يا حابب برضه يا كابتن، يعني اهني نفسي واهني الشعب المصري كله بالميداليات اللي حصلت مظبوط. في طوكيو. يمكن ان لم تخني ذاكره، يعني يمكن اخر مره او علم مصري اترفع في الاولمبياد كان تقريبا اثينا 2004 تقريبا، فبقى لها فتره كبيره جدا. ف دول فعلا الجنود المعلومه يعني يا كابتن. واتمنى يعني اتمنى من حضرتك ومن الاعلام ما يبقاش تسليط ضوء يعني بسيط كده لفترة معينة وخلاص، صح لأن دول فعلا أبطال رفعوا اسم مصر، فحبيت أهنيهم وأشكرهم يعني. الحقيقه الرئيس امبارح كمان عمل مداخله رائعه في القناه الاولى الحقيقه، واشاد بالدور اللي قام بيه كل الابطال، واتكلم مع فريال اشرف الحقيقه ذهبيه الكاراتيه، وكانت حاجه رائعه جدا ولفته كبيره جدا ومهمه جدا من سياده الرئيس. اه طبعا طبعا يا كابتن، يمكن برضو بنشكر طبعا فريال. يمكن احنا حصلنا تقريبا على 6 ميداليات برضو، لو في حاجه صحح لي. لا صح، 6 ميداليات، واحده ذهب واحده فضه واربعه برونز. واربعه برونز، بنشكرهم كلهم طبعا. يمكن الذهب هي برضو الفرحه الاكبر، ولكن ما نغفلش كمان دور اللي احرزوا ال5 ميداليات التانية. وبرضو طبعا عايز اضيف برضو رجاله منتخب اليد برضو بامانه يعني استحقوا شرفونا، الحقيقه. يعني حصلوا على المركز الرابع، يعني اول مركز يعتبر بعد 3 ميداليات، فبرضه حبينا نشكرهم يعني. طبعا عاملين شغل رائع، والحقيقه يكفي مسانده الشعب المصري بالكامل، وطبعا من قبلهم على راس الشعب المصري الحقيقه سياده الرئيس، وتهنئته لمنتخب اليد، أكيد وتهنئته لكل الابطال الحقيقه اللي خدوا، وتكريمهم بوضع اسمائهم على كباري مهمه في مصر او على اماكن مهمه في مصر. اعتقد ان ده تكريم كبير طبعا، جدا تكريم جدا مهم جدا ويستحقوه الحقيقه. طبعا طبعا، تكريم مهم جدا ان كان جاي من فخامه الرئيس، فدي اعتقد يعني اكبر تكريم ليهم يعني بالظبط. بصرف النظر عن اي نواحي تانية. اتمنى بقى ان شاء الله بقى يعني الايام اللي جايه او السنين اللي جايه دي ان شاء الله نشوف المنتخبات. احنا بنتكلم على تخصصنا يعني انا ما طبعا وحضرتك يعني في كره القدم، يعني نتمنى يعني ان شاء الله ان يبقى لينا يعني لينا تواجد اكتر من كده، او نحاول نحصل على ميداليه يعني ان شاء الله.